منذ تأسيس المندوبية وتنفيذا للتعليمات ديال السيد المندوب العام لإدارة سجون وإعادة الإدماج، انفتحت المؤسسة على جميع شرائح المجتمع. في إطار الاحتفالات بالأيام الوطنية للسجين انضمت مؤسسة السجن الفلاحي بتارودانت بتنسيق مع جميع فعاليات المجتمع المدني وجميع الفعاليات الحكومية وشركاء المؤسسة أياما تنشيطية وترفيهية وتثقيفية في جميع المجالات. كل ساهم من جهته من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة ما فيها ندوات فكرية، ندوات ثقافية، ندوات اجتماعية، كذلك أنشطة رياضية وأنشطة اجتماعية. عاش خلالها نزلاء المؤسسة أياما احتفالا وتتويجا بجميع الأنشطة التي نظمت سابقا خلال السنة. هذه الأنشطة ساهمت فيها مجموعة من الجمعيات والتي بدورنا نشكرها على المجهودات التي قامت بها. جمعيات شاركنا لها هم إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية في النسيج الاجتماعي. نظمت إدارة السجن الفلاحي لمدينة تارودانت مجموعة من الأنشطة لفائدة السجناء أو النزلاء بهذه المؤسسة السجنية، والمجلس العلمي كان له الحظ في المشاركة في هذه الأنشطة بتأطير ندوات حول موضوع الأخلاق الفاضلة. تطرق فيها المحاضرون إلى أهمية الأخلاق وبيان أهم أنواع الأخلاق وأمهات الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي يتحلى بها المؤمن عامة والتي يجب على النزلاء خاصة أن يتحلوا بها. كانت هذه الندوة مؤطرة من خلال مجموعة من الباحثين ومجموعة من الأساتذة. هذه الندوة عرفت تجاوبا كبيرا مع نزلاء هذه المصلحة. اقتنع فيها هؤلاء النزلاء بأن الأخلاق الفاضلة هي دعامة الإسلام، وأن لا دين بدون أخلاق، وأنه لا أخلاق بدون دين.